قبل المغرب، حيث تمكنت عناصر الفرقة المختلطة المكلفة بالأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بولاية وجدة، تمكنت أول أمس الجمعة من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والجرائم الجنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتقاط وعرض وتبادل صور إباحية تخص أطفالا قاصرين. وكانت عناصر دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه به ملتبسا بالتقاط صور لمجموعة من التلاميذ القاصرين بالقرب من مؤسسة تعليمية بمدينة وجدة، قبل أن تظهر الأبحاث الميدانية المدعومة بخبرات تقنية على مجموعة من الهواتف النقالة والمعدات المعلوماتية والحسابات الافتراضية التي يديرها المشتبه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تورط هذا الأخير في نشر وتبادل صور للأطفال ذات محتوى إباحي، بالإضافة إلى تسجيله مكالمات صوتية وأخرى بتقنية الفيديو مع بعضهم، يجري حاليا تحديد طبيعتها وخلفياتها. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.